وهو الذي ربما كان سببا من الأسباب الرئيسية في عدم تأهلنا إلى الدور الثاني بعدم أما أنا نمتى بزرعوا بيهم الدبان الدبان هجم عليهم البلاطو يا با يا با الدبان قشقش عليهم في البلاطو يا لطيف يا ما مدوش ريحتك كتقبص فطح شي الدبان ده الله لا الدبان ناشطة عندو القضية وحنا عارفين الدبان علاش كيتجمع إيوا قشقش عليكم الدبان ما مدوشنش الماء مقطوع يا لطيف يا لطيف الدبان لقى غيوانو في البلاطو أودي يا روبيو ومالك جالس على البكاوات ودابا أنت فطحت شي الدبان وباغي تهضر علينا حنا ومالك أصاحبي سير دوش بعدا ونصيفط لك الصابون البلدي غسل حالتك يا ودي عاسك واش خلي عاد الدبان يتبعش مع راسو البلاطو عامر دبان أولي مالكش أنا جالس بك أش عندك قول أش عندك يلا يعني أتحدث على هذا الحكم بنزاهة لأنه لم يكن نزيها معي في المنتخب الوطني لذلك أنا أقول لإدارة اتحاد العاصمة عليها أن تندد وأن ترفع صوتها وأن تسمع يعني صوتها للعالم وليس للقارة الإفريقية بأن هناك يعني أمور دبرت للإطاحة بهذا الفريق خصوصا وأنني رأيت مستوى نهضة أبركان مع أبو سليم الليبي غادي نشكيو بنا العالم؟ أنت صوتك ما يسمعوش أولادك صوتك أولادك ما يسمعوش بقى يسمعوا بيك في إفريقيا ويسمعوا بيك بالعالم وسوف نندد وخصنا نهضروا وخصنا إيه ودي الله يعطيك عدل أنت فوق حريرجك عم الدبانة بصوت وادي مقشقش عليك لقيتي الحاجة للدبان قاعد الحكم وهذه رسالة لبراكنا والله وما تسلخوا ليا دريكش بودبانة أنت تسمعوا اللي ما عمركم سمعتوه من عندنا الملعب يكون بلان بالجمهور اللعابة لقاو لهم بعدا شي حل هو الأول أنا ما كراش المسيرين ديال بركان ملي يجيو عندكم هاد المساخيط هادو قول لهم راه واحد المبادرة في إطار مبادرة بغي لكم ديكم تحموا كذا وديهم الحمام تاعهم الصابون البلدي هذو اللعابه ديال الجزائر عايجيو مساخط وايدين ما مدوش الماء والو الماء مقطوع يدخلوا يلعبوا مع اللعابه عايقلبوا اللعابه ديالنا على الريحه ريحتهم كتقبص حنا شفنا الدبان مقشقش على الروبيو يا ودي يا الروبيو يا ودي خدام كيدير الدبانه يا ودي ما لقاش داك انا ما كرهتش ديروا شي مبادره ملي يجيو هاد المساخط هذو ديهم الحمام جيبوا لهم الصابون البلدي اشوفوا لهم شي كساله يكسلوهم يبرضوهم مزيان بعد هذيك الريحه تحيد منهم اللعابه ديال بركان عقوا يشوفوا هاد بابا مع الريحه الله الا قال خصنا يسمعنا العالم يا ودي شوف هذاك الوسخ شو دارك راه يكون ناض في غازو السعر سمعك عاد الدبان جا عندك مقشقش عليك ما سمعكش واحد يا ودي يا الروبي والله يخليك لينا وصافي خلي يكون مع الاعلام الجزائري الدبان داير حاله في البلاطو وكما العاده والعوايد فوزي القجع والحكام وراه داروا لنا وفعلوا لنا والعالم خصو يسمع بينا وخصنا نوصلوا وصلنا للعالم الساعه وصل شي ريحتك للدبان خليكم مع الفيديو قبل ما تنساوش لايك ولا الراي ديالكم في التعليقات الناس مازال ما مشتركش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما عن ممثل الاتحاد ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية اتحاد العاصمة المتأهل إلى نصف نهائي المسابقة والذي سيواجه فيه نهضة بركان المغربي فريد الاتحاد حتى الآن يعني أمام طريق صعب للوصول إلى النهائي كنت توقعت وصول نهضة بركان إلى النصف وكان لك ذلك يا فريد وشفنا ماذا حدث في اللقاء أمام أبو سليم الليبي اليوم هناك حديث عن تعيين الغابوني بيير غيسلان أتشو في غرفة الفار لهذه المباراة وهذا الحكم أعطيني صور حكم لقاء الجميع يتذكر هذا الحكم الذي كان مسؤولا يا فريد عن غرفة الفار في مباراتين للمنتخب الوطني الجزائري في كأس إفريقيا الأخيرة أمام أنغولا وأمام بوركينا فاسو وأنت تعلم أنه حرمنا من ركلتي جزاء في تلك المباراة اليوم هناك أمور تحاك في الخفاء وجب على الاتحادية الجزائرية أن تحمي اتحاد العاصمة هو فريق جزائري قبل كل شيء قبل ذلك أنا لاحظت في ورقة الطريق أنك تعديت على نقطة تواجد بالماضي في الاتحاد لا كنت راح نتحدث على هذا الماضي ايه طيب مادامك يعني أخرت النقطة سوف أحترم وقت الطريق بالنسبة لهذه النقطة التي طرحت علي السؤال المشكلة يا عماد لدى الكثير في البلاطوهات هو ليس في أنك تجهل الإجابة بل في عدم فهمك للسؤال هذا هو المشكل الذي نعانيه كم من سؤال ضاع وتاه في مختلف البلاطوهات الجزائرية السؤال اليوم الذي يطرح على ما يجري في كواليس مباراة المزدوجة لاتحاد العاصمة مع نهضة بركان هو ماذا فعلنا منذ أن تحدثنا على ضياع حقوق المنتخب الوطني الجزائري إلى اليوم ماذا فعلنا كفاف وكهيئة كروية جزائرية في الهيئة الكروية الإفريقية عندما نجد
هذا الحكم وهو الذي ربما كان سببا من الأسباب الرئيسية في عدم تأهلنا إلى الدور الثاني بعدم احتساب ضربتي جزاء في نهائيات الأخيرة ضد بوركينا فاسو، ونجده اليوم في مباراة اتحاد العاصمة مع نهضة بركان، وهي مباراة مصيرية تأهيلية إلى الدور النهائي. هنا كيف نتحدث عن الاتحاد واستعدادات الاتحاد وحظوظ الاتحاد ومستوى الطاقم للاتحاد ولاعبي الاتحاد، ونحن نجد هذا الاسم في غرفة الفار، ونحن نجد أيضا بأن هذه القارة وهي تحتكم إلى الفار. عندما اخترع الأوروبيون الفار كانوا لمساندة الحكم، حكم الرئيسي في مساعدته في الاحتكام إلى هذه التقنية، حتى نخرج بلقاء جد نزيه. في القارة الإفريقية حدث العكس، عندما نجد هذا الحكم حكم الفار في أي مباراة يتغاضى على لقطات واضحة للعين، ولا يذهب الحكم الرئيسي إلى هذه التقنية. ما جدوى تواجد هذه التقنية في هذه القارة؟ الأفظع أننا نجد من كان جالسا وراء الفار وهو يهضم حقوق المنتخب الوطني الجزائري، نجده اليوم يتهيأ لهضم حقوق اتحاد العاصمة. أنا لا أستطيع أن أتحدث على هذا الحكم بنزاهة لأنه لم يكن نزيها معي في المنتخب الوطني. لذلك أنا أقول لإدارة اتحاد العاصمة، عليها أن تندد وأن ترفع صوتها وأن تسمع صوتها للعالم وليس للقارة الإفريقية، بأن هناك أمور دبرت للإطاحة بهذا الفريق، خصوصا وأنني رأيت مستوى نهضة أبركان مع أبو سليم الليبي لم يكن ذلك المستوى الذي يستطيع أن يتفوق به على اتحاد العاصمة دون الاحتكام إلى الكواليس. لو جرت المباراتين في ظروف المباراتين في ظروف نزيهة، أنا متأكد بأن مستوى الاتحاد أرفع من مستوى نهضة أبركان وهو ذاهب إلى النهائي. لكن بوجود غزلان هذا في الفار، أنا أحذر إدارة اتحاد العاصمة وجمهور اتحاد العاصمة من هذا الذي يحاك في الظلام الدامس في القارة الإفريقية. وهذا الحكم الذي ذبح الجزائر من الوليد إلى الوريد تسبب في شكل مباشر برحيل جمال بالماضي عن المنتخب الوطني، وهو الذي يقدم شكوى ضد الاتحاد. لا سبب النتائج السلبية يا ناصر بويش، ويتجه للفيفا للمطالبة بمستحقاته العالقة. هذا آخر خبر وردنا يا فريد مطر. كخبر يا عماد، أندد وأفند هذا الخبر، لا موقع أين ولا وين ولا غيره. الناخب الوطني ذاهب إلى الفيفا، لكن هذا الخبر غير صحيح وأفنده جملة وتفصيلة. لم يضع جمال بالماضي ولا شكوى إلى حد الآن على مستوى الفيفا. هو يحضر في ملف جد مهيكل وذاهب إلى الفيفا، لكنه ليس مستعجل ويأخذ الأمور بكل روية. ذاهب إلى الفيفا لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. جمال بالماضي لم يذهب بعد إلى الفيفا. واضح فريد مطاوي. نصر بويش، اليوم اتحاد العاصمة أمام خطوتين، خطوة هنا وخطوة في المغرب للتأهل إلى النهائي، لكن الأمور صعبة وصعبة جدا. تغييرات متكررة لحكم لقاء الذهب، الكاف عوضت الموريتاني دحان بيدا بمواطني عبد العزيز بو كحكم رئيسي، يساعده البوركينابي تياما سيدو وجوناثان كوفي من الطوغو. نعم باش نقعد في الفار، أنا حتى ولو ما نامنش بالفار في القارة الإفريقية، الفار أنا ما نامنش بها. ديليميات الفار أنا ما نامنش بها، أنا نامن بالتحكيم فوق الميدان، ربما النزاهة فوق الميدان. شفت لقاء أنا يا مامنو دي ساندنس ضد ديونغ أفريكانس بالفار، لاعب عزيز بوركينابي تاع ديونغ أفريكانس، لا هدف حقيقي. لما تشوف الصور بالعين هكذايا يا كيفاش بالفار ما تشوفهاش، ما تسحقش الفار الكرة مرت فاتت لالين، فاتت الخط. لا
سرقة يعني سرقة سرقة في وضح الليل. لا في وضح الليل لا سرقة. لهذا قلت لك أنا مرة من حتى كي شفت الصور هادو تمارني متيقن أنه ما نامنش بهاد بهاد تقنية الفار اللي هي واسمها فيديو أسيستنس ريفيري، هي باش تعطيك الإضافة تعطيك. لكن لا في إفريقيا سي تو طافي الكونتر. لهذا لهذا الاتحاد، لا الاتحاد لازم لاعبين طاقم الفني تركيز على اللقاء. نهضة بركان فريق لا بأس به، لكن في متناول اتحاد العاصمة. إذا اتحاد العاصمة زاد رفع المستوى تاعو بارابور اللقاء تاع رايفرس يونايتد وين كان في المستوى، لكن في اللقاء نصف النهائي لازم مستوى يكون أرقى وأرفع، لأنه فريق لا بأس به نهضة بركان واتحاد العاصمة عندهم إمكانيات، عندهم لاعبين اللي رجعوا للمنافسة ورجعت لهم الثقة كالهداف كانوا اللي سجل هدفين زاد سجل في لقاء الكأس. نظن بصفة عامة على اتحاد العاصمة ولاعبه التركيز لا كونسونطراسيون ويقعدوا في اللقاء، زائد الجمهور تاع اتحاد العاصمة اللي لازم يكون المساند الأول وراء فريقه حتى فوز حل أحد المقال، لأنه فوز حتى بهدف لصفر أو بهدفين لصفر نظن عندهم حدود كبيرة أنه يمروا إلى الدور النهائي حتى ولو هذا شرط أول. شرط أول لأنه ما زالت الهدف خارج الديار كما نقولوا دوبل أفضلية، لكن حتى أنا إن شاء الله نرجعوا إلى كما اليوفا دارت الهدف خارج الديار ما يتحسبش. وكلنا رغبة في إعادة سيناريو الموسم الماضي ضد الجيش الملكي وين فاز 2-0 لأن المباراة كانت في ربع النهائي. هذه هي لا نفس السيناريو راح يكون صحيح. على اتحاد العاصمة المعاملة كما ينبغي مع هذا اللقاء بذكاء، لا بذكاء عدم تلقي الأهداف وعلى الأقل تسجيل هدف واحد، على الأقل تسجيل هدف واحد. إذا سجلنا هدفين نظن أنه تقريبا درنا مرسى شبه محسومة. أمين كيف ترى حظوظ الاتحاد؟ يعني تنصيب هذا الحكم المثير للجدل أظن أن هذا الأمر سيجعل اتحاد العاصمة في حالة التأهب، يعني يجب على الاتحاد أن يكون جاهزا منذ البداية لأن الأمور يعني تبدو مبنية على الكواليس. هذا الحكم أثار الكثير من الجدل، لم يعد إلى الفار، يعني كل هذه الأمور يجب أن يضعها الاتحاد في عين الحسبان. ولو أنه يعني أضم أيضا صوتي إلى صوت بويش اللي قال أنه الاتحاد قادر على التأهل للنهائي وإعادة سيناريو الموسم الماضي إن شاء الله، وهذا الأمر غير مستحيل نظرا للعزيمة الكبيرة التي تحذو لاعبي الاتحاد، وأتمنى أن تكون نتيجة لصالح الاتحاد إن شاء الله ممثل الجزائر. نتمنى التوفيق لاتحاد العاصمة الممثل الوحيد للجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية. شكرا جزيلا لك أمين. شكرا أيمن، قدمت لنا الكثير. نصر بويش كالعادة متألق. شكرا يا عماد. فريد عطاك عطاك واش حبيت تسمع. فريد كنا نعطوا الكلمه الاخيره، تفضل. الكلمه الاخيره اقول للمنتصر يا عماد سيكون دائما هو القاضي، اما المغلوب سيكون دائما هو المتهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، شكرا لي بالراي ديالكم. ناس مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد من المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد دائما مغرب.